شمال بغداد العاصمة عند محافظة صلاح الدين، وبالتحديد في مدينة تكريت، يوجد موقع أثري يحمل قصة مغايرة، مزار الأربعين صحابي، أحد أهم المواقع الدينية والتاريخية في العراق. تعرض هذا المزار للتفجير من قبل عصابات داعش بعد السيطرة على المدينة عام 2014. ظلام أزاحه شروق جديد بعد البدء بإعادة إعماره مجددا. بال2014 من نزحنا كركوك خابراني قالوا داعش فجروا الأربعين. بال2014 فجروا الأربعين، من تحرر جينا نفلش، تيلي تفوت ما تقدر، الصخر الطابوق القلق الحصو كله الشارع هذاته ماكو شارع، والحوش مع الأربعين ما تقدر الطب أصلا. ما أعرف يعني ما سبب وراء تفجيره، هو مكان بسيط جدا فجروا. عدنا بعد التحرير، وهاي السنة الخامسة أو السادسة أو السابعة للتحرير، وما زال المزار إلى قبل يمكن شهرين أو شهر الآن بدأوا بالترميم. كنا دائما نطالب الوقف السني والجهات المختصة بأن ترمم هذا المزار المهم وأن تعيده كما كان، حتى يتسنى للعوائل ممارسة طقوسها في هذا المكان كما كانت سابقا. يضم هذا المزار قبر 40 صحابي استشهدوا خلال الفتوحات الإسلامية في تكريت، يعود تاريخه إلى القرن 13 من الهجرة. سكان مدينة تكريت متعلقون بالمزار منذ الطفولة، فكانوا يزورونه في الأمس مع أمهاتهم في المناسبات الدينية والأعياد، واليوم هم يتطلعون نحو إعادة أعماره لكي يعود كما كان مزارا دينيا ومعلما أثريا وتاريخيا ومقصدا اجتماعيا. والله يا أخي المزار كان مرتب وحلو، ونجي نزور كل نجيب العوائل ونقعدين بالحدائق ونقعد ونجيب الأطفال ونقعد، وبعد الانفجار اللي والدواعش دخلوا له وفجرونا لا نقدر نرجع عليه، ونزور شنا السيدة نفيسة ونزور الخضر سلام الله عليه، وما نقدر نجي نساعدها تشوفه قدام عينك مهدم كله. وهسه عينا الحمد لله نتمنى ان يكمل اعماره بسهوله. نحن صغار يعني اكثر من بغداد من الموصل، يعني اكثر المناطق الشماليه اكثريتها تجي هنا، لان هذا احد الصحابه يعني معروف، مو يعني احنا غني عن التعريف، يعني هو موجود بالقطعه همك. فجاي نلاحظ قله الاهمال، يعني رغم جاي نشوف احنا بالاعمار مالته بس قله اهمال التركيز عليه، يعني هذا المفروض اهم من الشوارع ومن التبليط ومن المحافظات ومن المدارس، لان هذا رمز المحافظه صلاح الدين. يعني شلون هسه مثل هذا ساعدنا رمز جامع الكبير، جامع صدامي رمز هذا اللي قبل هذا، يعني اللي هو كان المزار اللي عالم صلي بيه ومسجد نعتبره، ويعني ماكو اكثر من رمز، يعني هو الرمز بعد هو يدل دلاله يعني ماكو فوقها. والله نطالب من الحكومه وسيد المحافظ يعني حكومه بغداد بالإسراع بالإعمار مالته يعني. وعند الحديث عن المزار من الناحية الأثرية، فقد شيد على طريقة العمارة المقببة، طرازه المعماري يشير إلى الأسلوب الذي انتشر قبل الإسلام، لكنه اليوم يلامس نوعا من الإهمال وبطئا في عجلة إعادة أعماره لإعادة تجميع أجزاء صورته التراثية كما كانت فيما مضى.